حالة من التطوير والإصلاح يشهدها القطاع الصحي الفلسطيني، عنوانها الأساس تحسين مستوى الأداء والارتقاء بنوعية الخدمات الصحية على اختلاف التخصصات والمستويات، وذلك على صعيد إنشاء العديد من المستشفيات والمراكز الصحية وترميم وتأهيل مختلف المرافق الصحية القائمة، إضافة إلى توفير عشرات الأجهزة والمعدات الحديثة، إلى جانب تأهيل الكوادر الطبية والفنية لتمكينها من مواكبة آخر المستجدات، خاصة في مجال تكنولوجيا المعلومات وبناء نظام معلوماتي محوسب يكون قادرا على ربط مختلف المرافق الصحية في فلسطين ضمن منظومة واحدة وشاملة. أول طوارئ طوارئ، معنا حالة إغماء وسقوط ورعشة، ضغطها 80/50، البلس عندها 99، رقم هويتها 92330874 1. نور فادي محمود سليمان، 8 year old female patient، diabetic patients، أعطوها جلوكوز وعملوا لها random blood sugar. وزارة الصحة تبنت انسجاما مع خطة الحكومة للإصلاح والتنمية عملية تطوير شاملة للقطاع الصحي. هذه العملية التطويرية تحتاج إلى أدوات، وأحد أهم هذه الأدوات هو وجود نظام معلومات صحية محوسب. من أجل هذا قمنا بإنشاء فريق متكامل من أجل العمل على بناء النظام، وأيضا قبل أن يعمل النظام بدأنا في تدريب الكوادر بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية من خلال مشروع الفلاجشيب. الفلاجشيب هو مشروع تطوير وإصلاح القطاع الصحي في فلسطين الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بقيمة 86 مليون دولار. الهدف من المشروع هو تطوير القطاع الصحي ودعم وزارة الصحة. نعمل مع وزارة الصحة على 3 مسارات مختلفة. المسار الأول هو إحداث تطور نوعي في الخدمات الصحية المقدمة على الرعاية الصحية الأولية وفي المستشفيات. المسار الثاني هو سد الفجوات في مجال تقديم الرعاية الصحية التخصصية على صعيدي الأجهزة والمعدات الطبية، وتأهيل وتدريب كوادر طبية متخصصة، بما في ذلك تأسيس برنامج تعليمي متخصص يستجيب المتطلبات واحتياجات المواطن الفلسطيني. على سبيل المثال التخصص في طب الطوارئ، التخصص في الأطفال، التخصص في طب النساء والولادة. المسار الثالث هو مأسسة وترسيخ مفهوم الحكم الرشيد والشفافية والإدارة الجيدة من خلال منهجات تطوير المهارات الإدارية والمالية والوظيفية. نقوم بالتركيز على الكوادر الشابة ونقوم بمأسسة هذه المفاهيم انسجاما مع سياسة الدكتور سلام فياض رئيس الوزراء في بناء المؤسسات الفلسطينية. لتحقيق ديمومة هذه الأهداف وترسيخ مأسسة عملية التطوير والتنمية التي يقوم بها المشروع ككل، واستجابة لاحتياجات وزارة الصحة الفلسطينية، انبثقت فكرة حوسبة المعلومات الصحية على المستوى الوطني. سيكون عندنا ديزاستر ريكفري في مستشفى رفيديا. الدور الرئيسي له راح يكون فيما لو لا سمح الله صاب داتا سنتر الرئيسي أي خلل فني كان، نستطيع أن نقوم بتشغيل النظام دون أن يشعر المستخدم أن هناك خلل ما حدث. يقوم هذا البرنامج بتوفير معلومات شاملة ودقيقة عن الوضع الصحي في فلسطين، بما يشمل الكوادر الطبية والصحية والسجلات الصحية لكل مواطن، المعدات، الأجهزة الطبية، صناعات الأدوية والعقاقير. وجود هذه المعلومات في قاعدة بيانات مركزية يضمن ويؤمن أعلى درجات الجهوزية في حالات الطوارئ، كما هو الحال في الحالات الطبيعية.
نربط مع المختبر نطلب لها راندوم بلاد شوغر سي بي سي يورين اناليز برين سيت سكان دون. عامل الزمن في التدخل الطبي هو مهم جدا، فإذا كان هناك نظام وعمل منظم في الطوارئ نستطيع أن نسهل وصول المريض، نستطيع أن نقلل من معاناة المريض، ونستطيع أيضا أن نوفر من الخسارة المادية أو المعنوية في داخل المستشفيات. ويسعى نظام حوسبة المعلومات الصحية إلى تحقيق جملة من الأهداف الحيوية التي تصب في مصلحة النهوض بواقع القطاع الصحي وتمكينه من الاستجابة العاجلة لكل المتطلبات والتوقعات. عندما نتكلم عن أكثر من 1,300,000 أو 400,000 جرعة تعطى لأطفالنا خلال العام، لابد أن يكون هناك برنامج موحد يستطيع أن يكشف أي خلل ويستطيع أن يكشف أي إنجاز حتى نستطيع أن نتدخل سريعا. عندما نتكلم عن مكافحة أمراض لابد أن يكون هناك أيضا نظام يكشف المرض أو انتشاره في أي بقعة من خلال نظام محوسب. عندما نتكلم عن صحة بيئة أو رقابة الغذاء أو رقابة المياه، وهذا الجهد لا يمكن أن يكون إلا من خلال نظام معلوماتي محوسب كامل متكامل على مستوى جميع الأمور الصحية للتعرف على عوامل الخطورة والعمل على إبعادها. يتم تطويع هذه المعلومات كأداة للتحليل والدراسة، ليس فقط من أجل تحسين جودة الخدمات الصحية في فلسطين، وإنما من أجل بلورة استراتيجيات وخطط مستقبلية على طريق بناء الدولة. عن طريق الحوسبة نحن نستطيع، أو الموظف في الصيدلية يستطيع أن يعرف تواريخ الأدوية التي ستنتهي صلاحيتها، مش بنعرف بعد ما تنتهي صلاحية الدواء نكبه. ومن نقاط القوة أيضا أنه سيصبح هناك ملف طبي واحد للمريض، بمعنى أن المريض بغض النظر عن المكان الذي يراجع فيه سيكون ملفه الطبي الإلكتروني متوفر، سواء كان في الشمالي أو الجنوب. هذا البرنامج رح يسهل علينا شغلات كثيرة. أول شيء بتكون جميع داتا الموظفين، بدل ما أرجع للورقيات ودور في الورقيات بتكون أمامي على الشاشة ببساطة، بقدر أعمل بدي إياه. أنا نسبة إنفاقي على الهيومن ريسورس بتكون أقل. القرطاسية اللي بتكلف مبالغ، الناس بشوف الورق اللي بتمزعه بنحرق بفكروه مبالغ بسيطة، بس هذا في النتيجة إنفاق ويحسب على وزارة الصحة. نظام الحوسبة سيطبق في 5 مستشفيات و9 عيادات للرعاية الصحية، وسيخدم في المرحلة الأولى أكثر من 1,200,000 مواطن في محافظات الخليل، رام الله، نابلس وقلقيلية. نتائج اللاب تيست والإنسترومنتال إنفستيجيشن سي بي سي فري، يورين اناليزز فري، راندوم بلاد شوغر وذ النورمال. اخصائي راديولوجيست ببلغنا ان على الكمبيوتر نتائج برين سي تي، سي تي فري، بيشنت كان بي ديسشارج. هذا البرنامج هو الاول من نوعه في المنطقه العربيه وفي الشرق الاوسط، وسيقوم بنقل الخدمات الصحيه نقله نوعيه في فلسطين. المشروع فوائده تتجاوز الملف الصحي، تتجاوز الدقة والسرعة، فرسم السياسات من أهم الأمور المستقبلية اللي بتفيد البلد. وزارة الصحة الفلسطينية بتلعب دور ريادي في بلورة رؤية الدكتور سلام فياض لبناء حكومة إلكترونية وبناء مؤسسات الدولة على قواعد متينة. باختصار، هذا البرنامج هو أداة فاعلة للإصلاح والتغيير، هو استثمار طويل الأمد سيرتقي بالخدمات الصحية في فلسطين، وسيشعر المواطن الفلسطيني في هذا التغيير المميز. دقة. صحة. أمان.